السلام عليكم، اسمي أميمة، أنا من صف الحادي عشر مدرسة البشائر الخاصة. أنا كتير بحب دولة الإمارات لأنه نردت هون وعشت فيها، عائلتي موجودة هون وأحبابي، وبشكر الدولة لأنه هي حضنتني وهي يعني مثل كبرت فيها، وتاريخها كتير حلو، وبتمنى بالمستقبل هيك اني اشتغل وساعدها للدولة كمان مشان عمر البلدان. بس بحبك.